على مائدة الشاي، جلسة طربية باللهجة الحسانية من التراث الصحراوي العريق، قصائد وطنية وأخرى في المدح تتغنى بها خديجتو في العديد من المناسبات بهدف الحفاظ على التراث اللامادي الصحراوي. عندنا الأشوار، عندنا المدح، عندنا الأغنية العصرية، عندنا الطلع، عندنا الحكاية، عندنا ياسر. هذا نتميز به عن كافة الشعوب، ونحن نجاهد به ونجهدوا بالكلمة الصحراوية وبالأغنية الصحراوية لكل جميع العالم كامل يعلم بينا عن رانا. نحن والمغرب معنا كيف كيف، قناهم وحدوا وإحنا أصلا قنانا وحدوا، وإحنا مادة وحدة ودولة وحدها معنا كيفهم هم. بس إحنا القانون لا بالكلمة الحسانية، لا كلام، نحن أصلا حساني نتكلموا به، نتناهلوا مولي به ونمدحوا به، ولا خارج شيء ونقولوا به القصائد، لا الكلمة الحسانية الطيبة ما في ما زايدها دارجة ثانية. أداء الأغنية الحسانية في السلم الموسيقي له خصوصياته من خلال مقامات موسيقية تميزه عن غيره من الطبوع. عندنا هنا مقام كحال كر، هو أول مقام في أسوان. أول شيء عندنا كحال كر، والثاني شيء سيني كر. مقامات اللي أكثر شيء يشتغلوا فيها هو اللين. اللين عندنا هون، اللين هو اللي ينقال فيه المدح، مدح النبي هو اللي ينقال فيه ياسر اللين. والأغاني الوطنية وفيه الأشوار، فيه أغاني وطنية فاشتغلنا في اللين، في اللين ومالي بعض منها. الموسيقى الصحراوية لن تكتمل إلا بالكلمات. الشعر الحساني، بشير علي واحد من الشعراء الصحراويين الذين وهبوا حياتهم في تصوير معاناة الشعب الصحراوي من ويلات الاحتلال المغربي في قالب شعري منذ أزيد من 4 عقود. يا الصحراء حي رجالي، حموك على رؤوس الجبال، فتحين طريق الأجيال، مرام الأول والنبات تحت القهر، وقاموا بأعمال لقسف أيام القسوات، زعامة صبارة وأبطال معناها باطلين وفات، بطولة رجال في الأجبال بباقي فيها قدرات من الخبيط وسوء المغالين، قال في تجمعات الشيخ الجاسوس اللي ضالوا الجساسة والكبوات، قصاص أفرم على استعمار يظل يكتف العليات، وذاك اللي شبر بعد نهار تسدار وعندك جيش مات. الشعر سلاح، الشعر سلاح، وسلاح. وعلى كل حال المرارة والشعور بظلم يفرض لك تعود شاعر حتى ولو كنت مانك شاعر، تفهم حاله. والراجل من تشوف هذا ظلم، الظلم راهو تشتفو به شعب كامل نحكم عليه بالإعدام. حفظ التراث اللامادي ترى وزارة الثقافة الصحراوية فيه أولوية من خلال جمعه وتدوينه للوقوف في وجه محاولات الاحتلال المغربي لتسويقه للعالم على أنه جزء من تنوعه الثقافي. دورنا هو حماية التراث الشفهي لدى المجتمع الصحراوي، تراث الغير مادي، هذا هو التخصص اللي نعمله فيه. وفي هذا الشأن يعني لنا مقابلات مع الأباء والأمهات في إطار حفظ الذاكرة، سموه رد عليا يده، سواء الأب ولا الأم. وكذلك يعني جمع ما في رؤوس الشعراء من دواوين، مثلا هذا الديوان، هذا الديوان دواوين الأدب الحساني للشعراء الصحراويين، وهو عمل استراتيجي طويل لأن الصراع هو صراع هوية. يحمل هؤلاء الفنانون على عاتقهم مسؤولية الحفاظ على اللهجة الحسانية لتظل مقوماً أساسياً للهوية الصحراوية رغم محاولات الاحتلال المغربي طمس معالمها.